صباح الفل والحب والسعادة على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. أنا إيمان عزيزة وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات، وزي ما احنا متعودين كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 على الهواء مباشرة، ومعادنا مع حلقة جديدة من سكة السلامة. سكة السلامة زي ما احنا متعودين فقراتنا الاجتماعية وفقراتنا الطبية. يمكن قبل ما أقول لكم على فقرتنا النهاردة، يعني غالبا هتبقى يعني فقرة اجتماعية فقط، عايزة بس أنوه عن حاجة بسيطة. جالي هجوم كتير جدا جدا على موضوعات اللي أنا بتناولها في البرنامج. إزاي بتقدري إنك أنت تتناولي موضوعات حساسة جدا وشائكة، ما بتتكسفيش إنك أنت تعرضيها على شاشة التلفزيون، أو المحتوى اللي أنت بتقدميه ممكن يكون بعض الناس قالت إن هو محتوى خارج، أو بعض الناس كمان قالت إن هو بيكسف. يمكن في بداية الحلقات أنا نوهت إن نوعية البرنامج اللي أنا بقدمه برنامج تابوهات. يعني إيه تابوهات؟ برنامج تابوهات يعني كل المواضيع الشائكة واللي بنتكسف إن احنا نتكلم فيها. وأظن إن أنا لم يعني على مدار الحلقات اللي فاتت كلها ما تلفظتش بأي لفظ خارج أو يخدش حياء أي حد، سواء كان كبير سواء كان صغير. يمكن حتى قلت لكم كمان لو الأطفال أطفالكم في البيوت قاعدين جنب منكم وبيتفرجوا على البرنامج، مش هتقدر انك انت تتكسف او انت تقفل التلفزيون او يعني تغير المحطة زي ما بيقولوا. عايزة افتكر كده مع حضراتكم، احنا تناولنا الموضوعات اللي فاتت. يمكن من اول حلقة كانت اول حلقة واتكلمنا فيها عن ادمان المواقع الاباحية. ادمان المواقع الاباحية وكان اللي ليه واللي عليه، وما اعتقدش ان كانت في حاجة ليه. اعتقد كل الناس كتير يعني اكيد بيتفرجوا. يعني خلونا نبقى واضحين وصراحه، مفيش حد يعني او مفيش حد، في نسبه كبيره طبعا من الناس والشباب فعلا تطرقوا للموضوع ده، ناقشناه بمنتهى الموضوعيه، ما كانش فيه ولا اي لفظ خارج خالص، واعتقد ان كان فيه حلول مع الدكاتره اللي كانت موجوده. كمان موضوع الاعراف، احنا كنا بنتكلم عن الحاجات اللي كانت موجوده في مجتمعاتنا واتفرضت علينا وملهاش اي قانون او اساس من الصحه، بس بقت موجوده ومنتشره، وللاسف احنا يعني لو ما عملناهاش بنتلام ونتحاسب عليها، زي البقشيش وزي ختان الاناث اللي يمكن دار الافتاء من فتره جرمته وحرمته وقالت ان هو انتهاك لخصوصيه البنت وحرمانها من حاجه يعني ربنا خلقها فيها. واعتقد كمان ان احنا اتناقشنا مع الدكاتره في الموضوع ده وعرفنا ازاي بيأثر وازاي نقدر نعالج الموضوع ده. حاجات تانية كمان برضو من الحلقات اللي المفترض ان احنا اتكلمنا فيها قبل كده، حلقه التحول الجنسي. يمكن الحلقه دي بالذات ناس كتيره جدا هجمت ازاي وليه وما ينفعش، وبتتطرقي لمواضيع مش موجوده في مجتمعنا. لا، التحول الجنسي موجود في مجتمعنا، ولو حد بس كلف خاطره ونزل اي مستشفى من المستشفيات الجامعيه الكبيره او الحكوميه، مش هقول مستشفيات خاصه، لا ده مستشفى جامعه ومستشفى حكومه، هتلاقوا ان فيها ايام مخصوصه للمتحولين جنسيا واللي عندهم مشاكل بالنسبه للتحول الجنسي، وباعداد رهيبه وباعداد مهوله. ما اعتقدش ان احنا ممكن نغفل حاجه زي كده او ان احنا ما نتكلمش فيها. كمان ناقشنا في بعض الحلقات برضو، في الحلقه اللي بعد منها موضوع الجن. ناس كتيره جدا بتحب القصص ديت وبتعتبرها نوع من انواع يمكن الفن، او بتخاف او ايا كان. بس احنا تناولناها من زاوية يعني دينية، وهل فعلا الجن موجود او مش موجود، ولو موجود احنا بنتعامل معاه ازاي، وازاي نحصن نفسنا ضد يعني مخلوق من مخلوقات الله. كمان اتكلمنا عن المشردين، الهوملس اللي يعتبر زيهم زي بالظبط زي اطفال الشوارع او القنابل الموقوته اللي موجوده معانا في الشوارع، وممكن بعد شويه ممكن نلاقيها استشرت واستفحلت وفعلا اثرت على المجتمع. قدرنا ازاي نعرف نتعامل معاهم، قدرنا ان احنا كمان ننوه عن بعض الجمعيات اللي بتقدر تساعد علشان نقدر نساعدهم ونحاول نحد من الظاهره دي. اما بقى الموضوع اللي زعل مننا ناس كتيره جدا فهو موضوع العلاقات الجنسية ما بين الأزواج. العلاقات الجنسية ما بين الأزواج يعني سواء على حد سواء كان الراجل أو سواء كانت الست، الاتنين عندهم شكاوى، مفيش حد ما عندوش شكوى في حاجة زي كده. وإحنا في العيادات بنشوف يمكن إحنا أكتر ناس عشان خاطر بيبقى عندنا المصب الرئيسي أو الشكوى الرئيسية اللي ما بتقدرش اللي هي تقولها بره في الشارع أو لأهلها أو لأهله، وما بتقدرش ان هي يعني تعترف من جواها او يعترف من جواه بحاجه زي كده، بس بيقدر يعترف بيها قدام الدكتور. فاحنا يعني الدكاتره او الاطباء عموما هم اكتر ناس بيبقوا عارفين ان المشكله دي كبيره فعلا. يمكن حضراتكم هتلمسوا ان هي مشكله بالفعل علشان نسبه الطلاق اللي زادت، واللي يمكن سببها الرئيسي والاحصائيات اللي احنا ذكرناها في الحلقه وقتها بتقول وبتشير ان نسبه العلاقه الطلاق اللي زادت بتبقى بسبب فشل العلاقه الزوجيه، وان كل واحد مش قادر ان هو يعترف بحاجه زي كده. كمان مش عايزه انسى الموضوع المهم جدا واللي ابتدى برضو كمان ولادنا وشبابنا يعتبروه موضه ويعتبروه ان هو يعني نوع من انواع يعني الشياكه دلوقتي، للاسف الالحاد. الالحاد قدرنا ازاي نشوف او نعرفه ونعرف يعني ايه الحاد ويعني ايه ملحد، وازاي ان انا اقدر اتكلم مع حد ملحد، وازاي اقدر اقيم عليه الحجه ولو انا ما عنديش القناعه الحجه او ما عنديش الخبره في ان انا اتعامل معاه. فمن المفترض ان انا ما اتعاملش معاه خالص، ومن ان انا ما اتناقش معاه علشان ما ياثرش عليا في العقيده بتاعتي. اعتقد ان انا اتكلمت في المواضيع دي كلها بمنتهى الادب، بمنتهى الذوق، بمنتهى الاحترام، ما قلتش ولا اي لفظ خارج. كل دي عباره عن تابوهات موجوده في مجتمعنا، محدش فينا يقدر ان هو يغفلها. ما ينفعش ان احنا ندفن راسنا في الرمل ونقول دي ما عندناش مشاكل من النوع ده، والا يبقى احنا ما اعترفناش بالمشكله، يبقى المشكله مش هتتحل. لو عايزين تهاجموا بجد اعتقد يعني مواضيعنا مش هي محل الهجوم، محل الهجوم هو التلوث الفكري. التلوث الفكري اللي خلى كل الناس دلوقتي ابتدت تفكر من منظور مختلف تماما. كل المقاييس وكل الاعراف وكل الحاجات اللي احنا متعودين عليها زمان بقت طبيعيه وعادي. ايه المشكله ان انا اسمع اغنيه للاسف بيتقال فيها اشرب خمور وحشيش، او ان انا اردد نوع من انواع الاغاني اللي بيبقى فيه بعض الايحاءات الجنسيه، وللاسف ولادنا بيكرروها وبيقولوها في البيوت واحنا ما بنقولهمش حاجه. اظن هو ده اللي المفترض ان احنا نهاجمه. المسلسلات والافلام اللي بقى دلوقتي اي حاجه كانت ممكن زمان زيها زي ان البنت تصاحب الولد وان هي يعني تقيم معاه علاقه قبل الجواز، ده كان نوع من انواع الحاجات اللي ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال ان هي تتعرض او معنى اصح ان هي اصلا يعني تتذكر ما بين الناس وبعضها العادي. فما بالكم دلوقتي بقت المسلسلات والافلام والسينما وكل انواع الميديا بقت بتتكلم فيها وكأن الموضوع عادي تماما، مفيش ادنى مشكله خالص. بعد شويه بالتكرار هيحصل ان الطفل وولادنا واولادنا كلهم هيتعودوا على ان هم ده شيء عادي وشيء يعني ما عندوش مشكله في حاجه، مفيش مشكله في ان هو ان احنا نعمل كده. طبعا بقى ناهيك عن السوشيال ميديا والانترنت واليوتيوبرز اللي بقوا بيطلعوا يقولوا في منتهى الاسفاف المحتوى بتاعهم واحنا برضو كمان عادي ومجمعين كميه فولورز ولايكات بمنتهى الكميات الكبيره جدا والبشعه. اعتقد ان احنا من حقنا ان احنا لما نيجي نهاجم، لا نهاجم الحاجات دي لان هي فعلا اللي تستحق المهاجمه. تعالوا بينا نطلع مع بعض نشوف تقرير ونشوف راي الناس في الشارع ونشوف رايهم معايا ولا مع مين بالظبط. انت ليا انا ديكي احنا اللي بنلقطعي، تسيبيني اكره حياتي وسنيني، اتوه وقت بلاقيني واشربهم والوحشيش. ايه رايك في التلوث الفكري اللي انتشر في الفتره الاخيره في الاغاني والسينما والثقافه وضيع رساله الفن في المجتمع؟ والله موضوع التلوث الفكري ده نابع من ثقافه المجتمع. ثقافه المجتمع المفروض انها يعني ما تتغيرش. احنا عندنا لغة عربية جميلة جدا جدا، أجمل لغة في الدنيا هي لغة القرآن الكريم. المشكلة اللي موجودة في الفن النهاردة اللي احنا بنعيش فيه ان احنا افتقدنا جميع الكتاب اللي موجودين في مصر اللي بيكتبوا أغنية كويسة، المفكرين اللي كانوا بيكتبوا كتب جميلة زمان، الملحن اللي كان بيدي أحسن ما عنده، الموسيقار الملحن، كل ده اختفى. احنا بنظهر في جيل دلوقتي اغاني لا تليق ابدا بالمجتمع المصري ولا تليق ابدا بالثقافه المصريه ولا الحضاره المصريه. كل جيل وبيبقى ليه المستوى بتاعه، الفكر بتاعه، فلازم هم كجيل جديد لازم يكون ليهم فكر جديد واسلوب جديد. فعادي احنا ايام احمد عدويه لما طلع كانوا بيقولوا عليه وحش وفي ناس كتير حاربته، لكن احنا طبعا احمد عدويه دلوقتي نجم الشعب كله وكلنا بنحبه وبنسمعه، فليه الحلو منهم ما ندلوش فرصه والوحش عادي ما نسمعوش، يعني مفيش مشاكل. في البدايه هنبتدي بالافلام. بدايه بنحكي شهرزاد ومن بعدها عبده موته وقلب الاسد ومش عارف ايه وايه. ابتدت الالفاظ تدخل السينما وتحولت السينما من مكسب وشهره بعد ما كانت رساله بتمثل المجتمع. المهرجانات فعلا بتبوظ يعني ثقافه المصريين خالص. في حضرتك دلوقتي اغاني وافلام هابطه جدا، ما عادش الزمن اللي زي الاول. احمد عدويه الناس اللي كانت محترمه، دلوقتي الاغاني ملهاش اي معنى ولا قيمه ولا اي حاجه. والاطفال والكبار والتعامل، وبقى في ضرب وفي الفاظ خارجه كتير مش زي زمان، والافلام الهادفه اللي هي كانت تحصل زمان ما بقاش موجود دلوقتي. يعني انت بتخلي مثلا الاطفال الصغيره ان هم من صغرهم يقولوا مثلا اديك في الحاره سيجاره والكلام ده. واحد زي محمد رمضان انا مش ضد ان هو يكون نجم مشهور او بالتالي هو موهبه كبيره جدا، تمام، وده احنا شفناه. هنا العيب بقى مش يرجع على محمد رمضان، بيرجع على المنتج وعلى المشاهد. المشاهدين هم اللي بينجحوا الشخص ده او بيخلوه ان هو يفشل. الموضوع بقى سيء جدا بالذات للاطفال. الحاجات دي مش يعني مثلا مش حاجه حلوه، زي مثلا اشوف اطفال في الشارع، بنت اختي واحنا قاعدين مثلا بتلقط كلام كده من التلفزيون واحنا قاعدين كلنا مع بعض، مش حلو، مش كويس. طب من وجهة نظر حضرتك ازاي نحد من الظاهرة دي؟ نحد من الظاهرة دي من الكلمات. الكتاب نفسهم لازم يكتبوا كلمات لها قيمة، انما النهارده الشاب الصغير او الطفل الصغير بيطلع يسمع الكلمات دي، ما هو بيطلع يترمي في الشوارع ويتنطط شمال ويمين وبوظوا اخلاق الناس. نعمل توعية فكرية للشباب وللجيل الطالع بداية من المدارس، من المرحلة الابتدائية، هي دي أول المراحل اللي احنا لازم نبتدي. ورجعنا لكم مرة تانية، أهلا بيكم. نهارك سعيد، بونسوار يا هانم، وحاجات كتيرة جدا وألفاظ تانية زي حضرتك ولو سمحت. يمكن دي الألفاظ اللي كانت بتاعة الجيل اللي كان لسه موجود معانا قريب، سبعينات وثمانينات وتسعينات. دلوقتي استبدلنا الألفاظ دي كلها بإزيك يا زميلي ومساء الخير يا شبح. أعتقد إن يعني المفردات اتغيرت وبقت حاجة مريبة جدا جدا جدا. يمكن زمان لما كان في بنت تتعاكس في الشارع كان بتلاقي اللي بيحامي عنها وشباب منطقتها. دلوقتي للاسف بقوا يعني يمكن شباب منطقتها نفسهم هم اللي لو بيعكسوها الناس يعني ما حدش بيساعدها، بل بالعكس بقيه الشباب ممكن يكملوا معاكسه مع اصحابهم او يكملوا عليها زي ما بيقولوا. يعني كلمه يعني لا مؤاخذه بتاعه زمان اللي هو لما بكون انا مثلا بعدي من حد، او ان انا بحاول ان انا اقول له لو سمحت، او بقول له ايا كان حاجه اللي انا بلفت نظره بيها. دلوقتي بقت قمه الابتذال والاسفاف ان انا ممكن اقول يعني عديني بقى كده، او يعني بمنتهى يعني الانحدار الاخلاقي ومنتهى الانحدار الكلامي. كمان ده ظهر عشان خاطر الميديا اللي احنا بنشوفها، سواء كانت سينما او مسرح او تلفزيون. ابتدت هي المفردات دي تنتشر فيها علشان تقدر ان هي تعلي نسب المشاهدة بتاعتها. عايزين نعرف ايه اسباب الانحدار والتلوث الفكري اللي احنا وصلنا له ده، وده اللي هيكلمنا عنه باستفاضه دكتور مجدي انور، دكتوراه الصحه النفسيه وتعديل السلوك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. في البدايه عايزه، طبعا حضرتك شفت اكيد المقدمه معانا، واكيد زي ما حضرتك شفت في الشارع اراء الناس اللي هم ممكن يكونوا نفسهم بيسمعوا الاغاني دي او بيسمعوا الالفاظ دي وبيرددوها، معترضين. عايزه اعرف بقى احنا وصلنا لكده ازاي؟ ايه الاسباب اللي خلت فيه تلوث فكري؟ هو الحقيقه اقدر اقول بدايه هو نقص الوعي الاسري اصلا. تمام. لاني هقول ان محور الاسره يعني هقول انه مفكك. فالاسره هي اساس المجتمع. اكيد. لما بيكون الاسره اصلا مفككه بيبقى المجتمع ده مجتمع هش. فالمشكله الاساسيه ان لو احنا اتكلمنا عن جيل السبعينات والستينات والثمانينات والكلام ده، هقول ان كان الاب كان بيرجع مثلا شغله الساعه 2 3 وباقي وقته يعني بيقضيه في البيت، فكان في ترابط اسري. الزوجه كانت يعني ربة منزل، كانت قاعده في البيت. تمام. فالوقت كله بيتقضي في ربايه الولاد، اللي مبني على ثقافه ان في هيبه للاب، في احترام للبيت. التفاعل ما بين الاسره او الاب او الام بالزبط. كان في اكتر شويه من دلوقتي. لا هو اكتر كتير الحقيقه، لان دلوقتي الاب مش موجود، وكمان الام يعني عشان بترجع شغلها من شغلها ممكن ترجع 6 و7 بالليل، سايبه اولادها فترات طويله. بالظبط كده. فالاولاد بيبقوا موجودين قدام السوشيال ميديا، ومع الوقت السوشيال ميديا ما بقتش تقدم المحتوى اللي كان موجود. فهنا المشكله ليها ابعاد كتير. طبعا هقول ان كده الحاله الاقتصاديه بالنسبه للاسره المصريه هي العامل الاساسي اللي دفعت كل العجله تسير بالصوره دي اقتصاديا. ده البدايه. طبعا ترتب عليه بقى التعليم، ترتب عليه كمان السوشيال ميديا، ترتب عليه البرامج التلفزيونيه يعني الاعلانات الموجوده في الشوارع بالالفاظ بقى اللي ابتدت تنتشر وكده. طيب يعني دلوقتي احنا بقينا بنسمع في المحتوى بتاعنا اللي بنشوفه، سواء كان مسموع او مقروء، يعني يمكن حتى كمان مؤخرا الكتب اللي ظهرت في معرض الكتاب، فيها بعض الكتب التي لا تتناسب اخلاقيا تماما ان حد حتى كمان يقراها. يعني دايما الكتاب ده بيبقى حاجه محتوى طبعا المفروض يكون لائق. يعني ازاي الميديا اسهمت في ان انا فعلا اوصل للمستوى ده من التدني ده من الاخلاق او من الالفاظ؟ طبعا هي الميديا عليها دور اساسي، بس كمان احنا مش يعني محتاجين ان احنا نكون مدركين ان احنا موجودين في السوشيال ميديا في تفاعل مع العالم اجمع. فاحنا بناخد كمان ثقافات من بره. مش كل الثقافه اللي بره سيئه، لكن احنا بناخد الشيء السيء، لانه هنا مفيش رقابه. فالمشكله عندنا هنا في الرقابه الاسريه اولا، والرقابه المجتمعيه ده ثانيا. تمام. طيب الاعمال الهابطه دي انا نفسي اعرف ايه اللي خلاها يبقى ليها جمهور كبير وجمهور واسع زي ده؟ ايه المشكله اللي حاصله عشان نخلي احنا كناس حتى لو ذوقنا كان كويس ابتدى ينحدر الموضوع ده ليه؟ لانه زي ما كنا بنقول من شويه انه ما فيش الرابط الاسري اللي هو بيقيم السوشيال ميديا اللي موجوده. يعني الرقابه الاسريه اصلا تكاد تكون شبه منعدمه، ومع يعني تواتر الاجيال ورا بعضها كل مدى والكنترول على الاولاد بيقل. ابتدى يقل، وكل ما بيقل الكنترول بيزيد الاخطاء، بتزيد السلبيات. تمام. لغايه ما اصبح الجيل اللي موجود بيقدم اصلا في الميديا، فعايز اقول ان هو نشأ في الجو ده. فاصبح ده الطبيعي بالنسبه له، متطبع بكده. بالظبط. فهي ثقافه يعني انت ورثناها جيل بعد جيل، ابتدت اصلا بعدم وجود الاسره اللي وصلتنا النهارده لكده. تمام. فدي المشكله الاساسيه. طيب احنا عندنا دلوقتي، انا عندي اطفال في البيت، والمفترض ان انا دلوقتي خلاص هو من صغره حتى لو هو ما عندوش موبايل لسه سن السنتين والثلاثه، انا كأم مشغوله عايزه يعني ألهي ابني عني عقبال ما اخلص اللي ورايا، او ان انا اعمل الحاجه اللي مطلوبه مني، فبديله الموبايل يلعب فيه. تمام كده. بعد ما بيلعب بالموبايل هو خلاص اتطبع بالموبايل. امتى اقول ان انا المفروض اشتري لابني موبايل، او ان انا اديله الموبايل ده في سن قد ايه، ولو هو كبر شويه يبتدي اشتري له موبايل من امتى؟ طبعا هو النهارده من ضمن ثقافه الاسره ان انا بفتخر ان انا ابني معاه موبايل وهو لسه عنده سنتين. بالظبط. ده الموبايل بتاعه. بالظبط كده. فانا عايز اقول الموبايل ليه استخدامات كتيره، يعني انا يعني بشوف مثلا اسر عشان الطفل ده ياكل بيلهوه بالموبايل عشان ياكل. بالظبط. فاحنا النهارده يعني بنستخدم الموبايل بطرق مختلفه، هقول مش كل الطرق سيئه، الا ان المشكله هنا يعني انشغال الام عن الطفل، وان هي بتحاول تلهي الطفل دوت عن طريق الموبايل او اي حاجه من السوشيال ميديا، بحيث ان هي كمان تقوم بواجباتها المنزليه. تمام. فهنا المشكله اصلا في المنظومه الاسريه اللي اصبحت بالوضع ده. احنا عندنا هنا دي المشكله الاساسيه. تمام. فالمنظومه الاسريه اصلا ما فيش اب ما فيش ام، الام عايزه تلحق تنجز حياتها وامورها في وقت ضيق، فمضطره يكون في تنازلات عشان تقدر توصل للي هي بتعمله. تمام. يبقى كده دلوقتي الموبايل ده في السن الاولاني ده انا ممكن امنعه عنه خالص، او ان انا ما اديهولوش تماما في الوقت ده. هو لو انا اتكلمت عن الموبايل، هو في يعني مساوئ كتير على الطفل من الموبايل، لاني انا بخلي الطفل عايش في عالم افتراضي مش واقعي. بالظبط. دي اول مشكله. والاولاد بطلت تلعب كمان بالالعاب العاديه، يعني ما عادش فيه لعب، ما اصبح الطفل يعني الاسهل بالنسبه له انه يلعب على الموبايل. تمام. فعايز اقول ان في سلبيات طبعا موجوده، الطفل لما كمان بيكون قاعد قدام الموبايل وقت طويل، هقول ان تركيزه مع الجو المحيط بيه والتواصل اللي بينه وبين اللي حواليه بيبقى اقل، والطفل اتطبع على انه التواصل مع البيئه المحيطه اقل، فدوت بيعرضه لمشاكل نفسيه ولدوائر من التوحد. فعايز اقول في مشاكل كتير بالنسبه للموبايل والسوشيال ميديا عامه بالنسبه للطفل. تمام. وجود الموبايل ما بيخليش الطفل نفسه متواصل مع بابا او ماما، لان هو عايش في العالم الافتراضي بتاعه، هو عزل نفسه عن التواصل معاهم اصلا. هو طبعا هو الطفل مش عازل نفسه، هو اتفرض عليه ان هو يكون يعني بيعزل نفسه بوجود الموبايل معاه. بعض الاطفال كمان بيحصل ان هي بتمرض يعني بمرض التوحد، او اللي ما كانش عندها بيبتدي ينشأ عندها مرض التوحد. بالظبط كده، لانه هو انا عايشته في عالم افتراضي، فهو عشان يتفاعل مع المجتمع الطبيعي هو ما اتعودش على ده. تمام. لكن هو اتعود ان هو بيعيش في العالم بتاعه، وهو والطفل خلاص متصور ان ده العالم بالنسبه له، هو ده هو كمان شايف عالم كبير وشايف عالم واسع، وحاسس ان هو بضغطه زرار هو هيبتدي يخش في اي مكان هو حبه. دي حقيقه. عايز اقول انه ما دام الطفل عايش في العالم الافتراضي دوت، فخلاص هو شايف الدنيا بمنظور مختلف عننا احنا كمان. تمام. فهو عايش في العالم بتاعه، عشان انا ابتدي اعيشه بقى في العالم بتاعي، هنا بتبقى مشكله كبيره بالنسبه للطفل. لو احنا ادركنا المشكله دي، مشكله كبيره. بالظبط. فهنا الامر محتاج مننا وعي وتقنين للاوضاع دي، بحيث ان نبقى مدركين كمان ان تاثير الاضاءه بتاعه الموبايل على الطفل، على عينه، يعني تاثيرها سيء. بتاثر طبعا على النظر، وبتاثر على التفكير والذبذبات اللي بتخرج. بالظبط كده. بالظبط. فهنا انا باذي الطفل بكل الاتجاهات. تمام. طب من امتى اقدر اديله الموبايل؟ يعني المفترض سن كام؟ لما الطفل يكون المفروض بيبتدي يتحرك في اماكن وحده، فانا محتاج اكون بتواصل معاه. بالظبط. يبقى ده من اول ان انا فعلا، ده يمكن تقريبا من سن اعدادي اعتقد، مثلاً مش قبل كده، مثلا من بعد 12 13 سنه ده المفروض يكون. تمام. لكن ارض الواقع مش كده، لاني طب يعني انا عايزه يعني حل فعلي، انا ازاي اقدر اقنع ام او اقنع اب ان هو يقنع ولاده انه ما يمدش ايده على الموبايل؟ الموضوع صعب جدا، يعني ان انا اقول للطفل ما تمدش ايدك على الموبايل، في حل ان انا اقدر اعمل بيه كده؟ لا، هو الامر صعب لسبب، هي لو انا عايز احل المشكله بجد فأنا محتاج أرجع تاني تبقى الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة أفضل، فيبقى الأب موجود والأم موجودة. ده الحل الحقيقي اللي يجب يكون. فمفروض يكون التواصل مع الطفل بطول الوقت وبصفة مستمرة. طبعا النهارده أنا بقى يعني عندي كم من الأطفال اللي عندها مشكلة مثلا في الكلام، في التخاطب. إيه النتيجة؟ إيه السبب؟ السبب إنه أصلا الطفل دوت قاعد قدام عالم افتراضي، قاعد يتفرج على موبايل أو يتفرج على حاجات. فحتى الطفل لما بيجي يلقط كلام بيلقط بلغه مثلا الكرتون، ما بيعرفش يتكلم باللغه الطبيعيه بتاعتنا، بيبتدي فعلا يلقط بلغه الكرتون وبيتكلم كمان بيها وبيتكلم بلغه الكرتون. او بيكتسب السلبيات اللي موجوده هو بيشوفها على المجتمع، اللي احنا كنا يعني موجوده دلوقتي في المقدمه بتاعت البرنامج. طب لو عايزه يعني اذكر 1 2 3 4 ايه الاثر السلبي اللي بيعود على الطفل بالذات من مشاهدة المحتوى الغير لائق ده؟ طبعا هو أول حاجة هقول انعدام القيمة، دي نمرة 1. انعدام القيمة بمعنى أن الطفل شايف أن المجتمع الطبيعي مثلا بيشتم أو بيتهكم بكلام أو بيتصرف تصرفات سلبية، فخلاص ده الطبيعي. فأنا بحط الطفل أصلا في دايرة أصلا خطأ من البداية. تمام، دي أول مشكلة. فأنا عايز أقول إن الطفل لما بيكون يعني متواصل مع الموبايل، فما فيش التواصل اللي بينه وبين المجتمع مع أطفال زيه أو مع بابا وماما، فبالتالي ما بيكتسبش مهارات وما بيكتسبش خبرات، فنسبة ذكائه بتبقى أقل من الطفل الطبيعي اللي بيتعامل مع المجتمع. مفيش المهارات اللي حتى كمان الحياتيه اللي هي والسكيلز اللي هي اليدويه بالظبط، او ان انا اقدر انمي حاجات ان انا ممكن اقدر اعملها بايدي. ده مظبوط. فهنا انا بقلل نسبه ذكاء الطفل. الحاجه الثالثه بعد كده لما يبتدي الطفل دوت يدخل في جو المجتمع الطبيعي العادي، بيلاقي نفسه انه مش قادر، فالتواصل اللي بينه وبين المجتمع بتبقى اقل من الطفل الطبيعي. تمام. وده برضو بيقلل من نسبة ذكاء الطفل والتواصل معاه. تمام. الطفل المفروض في المرحلة العمرية الأولى بيبتدي يكتسب حاجات كتير، سواء كان بالنظر أو بالتفاعل أو بالكلام. تمام. كل الحاجات دي بتبقى أقل عند الطفل، فبيبتدي يعني نسبة ذكائه برضو بتقل برضو. فكل دي عوامل بتأثر جدا. هل بيتأثر دراسيا برضو كمان بنسبة 100% لازم التحصيل أصلا؟ طبعا. وفي مشكلة كمان مهمة قوي، ان الطفل اللي قاعد قدام الموبايل ما تعودش انه يتعامل مع شخص فيبص له، فالتواصل البصري مش موجود، اللي هو دايما عينه زايغة في حتة تانية غير الشخص اللي هو بيتكلم معاه. بالظبط. وهو عينه هتبقى متركزة اصلا على الموبايل، فهو حتى لو هو قاعد قدامك فهو ذهنه رايح ناحية الموبايل. فلما باجي امنعه عنه، لا، انا بمنعه عن شيء هو اتعود عليه، دي حياته الطبيعية، فانا بخرجه من حياته الطبيعية اللي هي اصلا افتراضية. تمام. يعني أنا يعني أحاول بقدر الإمكان إن أنا أسيطر على المحتوى المفترض إن هو بيشوفه من بدري. كل ده أنا بتكلم عن الطفل، لكن أنا لما بتكلم بقى الطفل بيشوف إيه، دي مشكلة تانية. طيب إحنا عندنا دلوقتي المحتوى الكرتوني ومحتوى برضو الأفلام والمسلسلات وشيء طبيعي، ما عندناش أصلا الموضوع اللي اختلط الحبل بالنابل، ما بقولوش مثلا أنت ليك قنوات معينة تتفرج عليها وقنوات تانية لأ. هل ده المفروض ان انا لازم اعمله من هو سنه صغير ولا لا؟ هو حتى التقنين ان الطفل بيتفرج على ايه ده امر مهم جدا. وللاسف ان ده يعني برضو بنسبه كبيره مش مسيطر عليه، لان مشغوليه الاب او مشغوليه الام عن الطفل. انا بسيب الموبايل للطفل وبسيبه مع نفسه لاني انا مشغول. تمام. فطول ما هو ملهي في حاجه انا سايبه وانا مش واخد بالي هو بيتفرج على ايه. هو نظام هو خلاص مريحني، فانا ما عنديش مشكله في حاجه، وانا كاب او ام مش مدرك ايه المحتوى اللي هو بيتفرج عليه. ايوه، لان بعض المحتويات الكرتونيه اصلا للاسف بتبث سموم ويعني وبعض المشاهد يمكن حتى بتصل لمرتبه الاباحيه، ان ما ينفعش الطفل اصلا يبص عليها. ده جزء ده غير الالفاظ والعدوانيه اللي موجوده والعنف في برضه الكرتون، دي من ضمن المشاكل الموجوده. فهي بتخرج برضه طفل عنيد، بتخرج طفل عنيف، بتخرج طفل مش سوي في التعامل. بالظبط. فهي طبعا ليها مشاكل كتيره جدا. لو احنا ادركنا المشكله دي هنبتدي نكون بناخد بالنا. الاب والام مش دارك انه يعني هو كل اللي همه ان الطفل مشغول وساكت، ان انا هو ملهي عني، وطول ما انا ملهي عني فانا كده مبسوط. بس المهم بقى ملهي في ايه، دي المشكله الحقيقيه، وده اللي المفروض ان يكون الاب والام بيدركوه. طبعا ما بيدركوش دوت غير بعد ما بتحصل كارثه. بنفاجئ بقى ان الطفل دوت يعني اتصرف تصرفات وخرج منه ألفاظ وخرجت منه حاجات ما كانتش متوقعة ولا في الحسبان. نبتدي بقى نبحث، ده غير العدوانية والتنمر، ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي. وبعدين ما هو من ضمن المشاكل ان الطفل ما دام اتعلم العدوانية بيبتدي يمارس نفس العدوانية على الأب والأم. تمام. فبنلاقي ان النهارده بتيجي مشاكل كتيرة قوي من أم ان الطفل بيضربها. ايوه فعلا، في بعض الامهات بتشتكي ان حتى كمان بصرف النظر عن الضرب بيبقى فيه نوع من انواع الهجوم الكلامي واللفظي على الام بصوره بتبقى محزنه. يعني ازاي ابني بيرد عليا بالاسلوب ده؟ ما هو ده برضه هنرجع تاني للجزئيه دي ان الترابط الاسري مش موجود. تمام. فبالتالي الطفل كل اللي بيستقبله سلبيات، وبناء على السلبيات اللي بيستقبلها بيبتدي ينفذها. يمكن يعني ما عادش فيه حتى كمان قصه الانتماء. لا طبعا، ان انا ابقى يعني ماما او بابا، حتى لما بيتعبوا الموضوع بقى عادي، يعني ما عادش فيه قصه ان انا لا انا قلبي موجوع على امي او على ابويا ان هو تعبان. طبعا، لان انا خليت الطفل بيعيش في العالم بتاعه، فهو انفصل تماما عن الاب والام، فما بقاش الاب والام ليهم قيمه بالنسبه له غير ان دول بس مش اكتر بيسددوا الاحتياج. فاصبح الطفل عنده القناعه والثقافه ان دورك تعمل ده، لكن تتحكم فيا او تربيني او تبقى مسؤول عني، لا ده مش دورك. يعني كده بيبتدي بقى يقول لك هنا ستوب يا جماعه، انتوا ما عودتونيش على كده، او معنى اصح هو ما شافش كده وشايف اقرانه كمان في المدرسه او في الاماكن اللي هو بيروحها، سواء كان في نادي او في الشارع، بقى الكل كده وبقت الدنيا ما عندوش ادنى مشكله في حاجه. خلينا نقول ان الكل بيتسابق ان يكون كده، يعني مين اللي مدي الحريه اكتر للطفل، مين اللي طفله بيتصرف بطريقه مش فارق معاه اكتر. وبعدين يعني بتزيد الامور ان اوقات كتير بنشجع الاطفال كمان على العنف تحت بند ان لا ما بالزبط. يعني فهي كلها سلبيات بتؤدي لسلبيات تانية، سلبيات اعلى. طبيعي. احنا لسه مكملين كلام مع حضرتك، بس تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع مره تانية نكمل كلامنا مع دكتور مجدي. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا مع دكتور مجدي انور، وازاي نقدر نحافظ على نفسنا وعلى اولادنا وعلى مجتمعنا من التلوث الفكري. يمكن يا دكتور في قبل الفاصل كنا بنتكلم عن دور الاسره وفي تربيه الطفل علشان نطلع طفل سوي، وطبعا اتكلمنا عن قصه الموبايل وقصه الميديا عموما، وازاي نقدر ان احنا نحاول ان احنا نحد منها شويه. دلوقتي حصلت الكارثه، والطفل ده اللي بالفعل خرج للمجتمع وعنده مشاكل سببها الميديا اللي كان بيتفرج عليها. ايه هي المشاكل اللي ممكن تتفرض قدامي في الشارع عشان اقدر اقول ان الطفل ده كان غير سوي سلوكيا وده سببه التلوث الفكري؟ هو كل الحصيلة اللي الطفل توصل اليها من وجوده قدام اشياء مش ايجابية، سلبية طبعا، بيكون ليها تأثير مباشر على وجود الطفل بعد كده في المجتمع. فبتبتدي المشكلة تتنقل من داخل الأسرة، بتتنقل لوسط المجتمع، شارع، مدرسة، بالظبط كده، نادي، بالظبط. فيمكن أنا أهم حاجة أتكلم فيها تعتبر المدرسة، لأن المفروض المدرسة تبع وزارة تربية وتعليم، فمفروض تربية قبل تعليم. تمام. يمكن النهاردة المدارس ما بتقدرش تكون بتاخد مواقف مع أي طفل، مواقف الحازمة، بالظبط كده. فاللي بيحصل ان الطفل لما بيحصل منه اي مشكله على المدرسه، غير ان هي تكون بتستدعي ولي الامر وتقول له خده يعني اتصرف معاه بره وهات لنا طفل سليم. يعني هات لنا طفل سليم. لا وغير كده كمان ده ساعات بيقول لك هات لنا طفل كمان متعلم، يعني حتى دورها كمان مش عايزه تعمله. هو انا مش عايزه اتكلم قوي على حته انه يتعلم، لاني لا انا بشوف ان في التعليم مش وحش. تمام. لكن المشكله في السلوك بالاطفال، مفيش تربيه. تمام. في المدارس دي يعني ظاهره يعني واضحه قوي في الفترات الاخيره. المدرسين كمان بيخافوا يتعاملوا مع الاطفال نتيجه يعني ردود افعال اولياء الامور. فيمكن الدنيا محتاجه تتظبط شويه كوزاره تربيه وتعليم. تمام. ازاي تكون بتساعد الاطفال على التربيه مع التعليم، دي برضه حاجه من الحاجات اللي فقدت. طيب انا عايزه دلوقتي اعرف دور الرقابه على الاعلام بالذات. ايه اللي المفترض ان يحصل عشان خاطر نغير المحتوى اللي احنا بنشوفه دلوقتي؟ هو طبعا دور الرقابه على الاعلام ده كان قبل كده كان واضح جدا، انه كان في حاجات بتتمنع وحاجات بتتوقف، لكن اعتقد النهارده ما بقاش الموضوع كده، لكن الموضوع اصبح شهره وتجاره. تمام. فدي المشكله الحقيقيه، ودي مبنيه عن ثقافه المجتمع اللي خرج بيها الطفل وكبر ونشأ عليها وخلاص بقيت، يعني ده الفكر بتاعه. ازاي اعرف اجيب فلوس؟ بالظبط كده، بالظبط. فاحنا محتاجين نرجع تاني للقيمه، ان ازاي اكون بقدم محتوى، ازاي بقى فعلا ارجع قيمي واخلاقي اللي انا اتربيت عليها زمان، واللي هي مهما قالوا عليها دقه قديمه، لا في النهايه لا يصح الا صحيح، وهي دي المفترض ان انا ارجع لها تاني. ازاي؟ هقول ان يجب يكون التوجه اصلا يعني من الدوله نفسها. تمام. بالنسبه للجهات الرقابيه على الاعلام، تمام، تكون بتنتقي المحتويات الايجابيه، وده مش انا مش شايف انها حاجه صعبه على فكره. بالظبط. لان يعني هقول الفتره الاخيره مصر كانت بتتبني كبنيه اساسيه حقيقيه وكلنا بنشهد عندها. تمام. احنا محتاجين كمان بالنسبه بالظبط كده، بالظبط، فعايزين نعمل بنيه فكريه متكامله بالنسبه للثقافه المجتمعيه. لو هنقسمها البنيه الفكريه دي نبتدي من اول فين، مرورا بايه ونهايه بايه؟ لا، هي منظومه متكامله. اول حاجه فيهم هتبقى كوزاره التربيه والتعليم، تاني حاجه وزاره اعلام. تمام. بعد كده المجتمع المدني والدور بتاعه والتوعيه بتاعته، المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الدينية. تمام. فهقسمها بالصورة دي. لو كل حد ابتدى يزرع القيمة من جهته، ولما يكون فيه بعد كده رقابة وتشديد رقابي على كل دوت، أكيد إن احنا هنكون بنغير الفكر بتاعنا. تمام. في سلبيات كتير وسلوكيات كتير محتاجة قانون يفعل، القوانين موجودة إلا ويبقى قانون موجود وبالفعل يطبق. بالظبط كده. فتفعيل القانون ده دور أساسي جدا، سواء كان على الرقابة على مثلا المصنفات الإعلامية، أو الرقابة على التربية والتعليم. مظبوط. أو الرقابة كمان على دور العبادة بجميع أشكالها وألوانها يعني. ده مظبوط، ده مطلوب، لأن لو قدرنا نعمل دوت، وبعدين لو ابتدى الإعلام بقى يقدم حاجات إيجابية، قيم إيجابية حقيقية، هتلاقي المجتمع شوية بشوية فكره بيتغير. تمام. المجتمع ما بيتغيرش بكلمة، المجتمع بيتغير بسلوك مستمر متواصل. تمام. هدف أنا ماشي بسعى تجاهه. فهقدر أوصل ليه. يبقى أنا كده دلوقتي قدرت إن أنا أرجع القيم والأخلاق اللي أنا يعني خلاص اللي أنا افتقدتها. واحدة في واحدة نقدر نعمل ده؟ نقدر نعمل دوت. وبعدين المفروض ان انا كمان يعني بعمل اعلام مضاد للحاجات السلبية الموجودة. تمام. لازم اوضح السلبي في الوقت اللي انا بزرع فيه ايجابي. يعني زي ما انا السلبيات منتشرة، لازم كمان اهاجمه بالايجابيات اللي موجودة. مش اهاجمه، اوضح السلبية، اوضح ان دي كده سلبية واعمل جنبها حاجة ايجابية. تمام. فالإنسان هيلاقي أدي قدامه إيجابية وأدي قدامه سلبية، فالطبيعي إنه هيميل للإيجابيات. أكيد. الإنسان بطبيعته خير، الإنسان بطبيعته بيميل. بالظبط، فطرته خيرة. بالظبط، فطرته بيميل أصلا يعني للعلاقة مع ربنا يعني. بالظبط. فمفيش إنسان عايز يبقى وحش، مفيش إنسان عايز يبقى شرير. أكيد. لكن البيئة المحيطة والثقافة والفكر السلبي هو اللي بيخلي الإنسان الفكر المكتسب. بالظبط كده، بيمشي في الطريق دوت، ومع ذلك هتلاقي ناس كتير متحفظة إنها ما تمشيهوش. بالظبط يعني، وتبقى هي فعلا قابضة على أخلاقياتها. بالظبط. وخليني أقول إن اللي بيميل للسلبيات مش كتير، أقليات بس. تمام. لأن يعني أصواتهم عالية وتصرفاتهم ظاهرة واضحة. فظاهرة أكتر من الإيجابيات، بس أنا ما أقدرش أقول الإيجابيات مش موجودة، كل حاجة موجودة، بس للأسف اللي صوته أعلى. لكن السبوت معمول هنا على السلبيات مش على الإيجابيات، لا إحنا عايزين الفارغ دايما أو الأجوف بيرن. بالظبط كده. فخلينا نقول أنا عايز أوجه الإعلام للإيجابيات، وعايز أخلي توجهات الدولة ناحية الحسم والحزم والإيجابيات، فهلاقي الدنيا كلها اتظبطت معايا. تمام. أنا سعيدة جدا بلقاء حضرتك النهارده دكتور مجدي انور، دكتوراه في الصحة النفسية وتعديل السلوك. حضرتك نورتيني النهارده. شكرا ليك السادة المشاهدين، اتشرفت بيك. ميرسي لحضرتك جدا. ميرسي يا فندم. في نهاية الحلقة أحب أقول ان القابض على اخلاقياته وعلى دينه وعلى ممارساته السويه في هذا الزمن كالقابض على الجمر. يعني بمعنى خليك انت، يعني ممكن تكون انت في الجانب اللي حاسس انك انت ماشي ضد التيار، انت الجانب دايما المهاجم، عشان انت ماشي صح. طول ما انت ماشي صح انت هتبقى الصح، وفي النهايه لا يصح الا الصحيح. كل الهوجه اللي حاصله من سواء كانت سوشيال ميديا او سواء كانت انحدار بمستوى الكلام في المهرجانات، في السينما، في التلفزيون، في اليوتيوب، كل ده اعتقد ان هو عمره ما هيبني مستقبل، وعمره ما هيخليك انسان ناجح في حياتك ويخليك انسان محترم. الاحترام، احترامك لذاتك واحترامك لنفسك ولبيتك هو اللي هيخليك انسان ناجح، عشان توصل بنفسك وبمجتمعك وبولادك لسكة السلامة. كنت معاكم إيمان عزيزة، استنوني الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من سكة السلامة.